السلام عليكم طلبة المرحلة الأولى قسم الفيزياء مختبر كهرباء 1. تجربتنا للفصل الثاني هي نقل أكبر قدرة ممكنة. شو راح ننقل أكبر قدرة ممكنة؟ أنا عندي مصدر هنا للتيار المستمر، طبقنا عليه 10 فولت هنا. نشوفها هسه، نقدر نقيسها هيجي مثلا. شوف هاي 10 فولت، مفتاح في دائرة كهربائية، مقاومة مقدارها هم 10 أوم خليناها. هاي تعتبر المقاومة المن مقاومة داخلية للمصدر المستمر. راح نشوف تأثيرها ويا مقاومة الحمل. عندي هنا أميتر نربطه على التوالي في دائرة كهربائية، نقيس التيار بي. عندي هاي مقاومة الحمل اللي احنا راح نغيرها، راح ناخذ قيم متعددة للمقاومة، تبدي 5 أوم، 10 أوم، 15 أوم، 20 أوم، 25 أوم. نرجع نربط بالدائرة هاي، احنا مثل ما حكينا برنامج فيت، هاي الأسلاك رتبناها للدائرة، هاي مقاومات، هذا مصدر مستمر، هذا مفتاح هنا حسب ما نحتاج، أميتر، فولتميتر نربطه على التوازي مع الدائرة الكهربائية للقياس. راح نجي نقيس من أغير المقاومة الحمل. أجي أقيس ما يقابلها من تيار وفولتية، نسجلها في جدول، نسوي لنا جدول خاص للمقاومات 5، 10، 15، 20، 25، يقابلها شنو بالتيار ويقابلها شنو بالفولتية. نطلع القدرة، القدرة عبارة عن حاصل ضرب التيار في الفولتية، ونطلع قيم القدرة. ورما نكمل القيم نرسم رسم بياني ما بين القدرة على محور الصادات y axis وما بين المقاومة، قيم مقاومة الحمل على محور السينات. راح نشوف ان الرسم ما يكون عبارة عن خط مستقيم، وانما عبارة عن منحني، يكون منحني بقمة. هاي القمة بالنسبة للقدرة من اجي اسقطها هي القدرة العظمى. متى تكون عندي؟ تكون عندما تكون المقاومة الداخلية اللي احنا اعتبرناها المن للمصدر اللي هي 10 أوم تساوي مقاومة الحمل. هاي راح نشوفها احنا بالعمل بالتجربة، زين، ونرسم الرسم البياني ونشوف انه نحصل على قمة، رسم مو خط مستقيم، وهذا يحقق لي نقل اكبر قدرة ممكنة في دائرة كهربائية عندما تكون المقاومة الداخلية للمصدر تساوي مقاومة الحمل. خلني نجي هسه نغلق المفتاح الكهربائي، نغلقه نشوف سريان تيار كهربائي. قلنا هاي المقاومة هي مقدارها 10، خلينا نشوف مقدارها، هاي 10. نجي هنا نبدي أول مرة بخمسة، نبدي بخمسة أوم، نبدي بخمسة، سجل التيار. التيار قيمته 67% أمبير، تقابله فولتية 3.3 فولت، 3.334 فولت. الوحدة. هسه نجرب نغير المقاومة، مقاومة الحمل، نخليها 10، هاي 10، نشوف تتغير قيمة التيار عندي أيضا والفولتية. التيار صار 50% أمبير والفولتية صارت 5 فولت. هنغير أيضا قيمة المقاومة، مقاومة الحمل، نخليها 15، ونشوف إيش قد صار عندي التيار. التيار صار 40% أمبير والفولتية 6 فولت. خنشوف إذا صارت قيمة المقاومة 20، هسه هاي 20 أوم، صار التيار 33% أمبير والفولتية صارت 6.667 فولت. نغير قيمة المقاومة للحمل، خليها 25، هسه هاي 20، 25، صارت التيار عندي 29% أمبير والفولتية 7.143 فولت. نغير قيمة المقاومة الحمل أيضا، نخليها 30، هاي 30 أوم،
راح نشوف إنه صار التيار 25% أمبير والفولت هي 7.5 فولت. نسجل القيم اللي عندنا ونسجل قيمة القدرة تساوي الفولتية في التيار أو التيار في الفولتية نفس الشيء، ونطلع قيمة القدرة. راح نلاقي أعظم نقل للقدرة تكون عندما المقاومة الداخلية للمصدر اللي إحنا رتبناها كأنه هي مقاومة داخلية للمصدر 10 أوم والمقاومة الحمل 10 أوم. هاي بشكل عام راح نحصل عليها. طبعا عن طريق الرسم راح تطلعون أنتوا أعظم قدرة والقدرة الظاهرية، موجود الشرح موجود بالكتاب أو بالملزمة عندكم تقدرون تطبقوا. هاي بالنسبة إلى تجربة نقل أعظم قدرة، وشكرا للمتابعة والإصغاء. تحياتي.